أول يوم استأنفوا فيه الحرب بعد هدنة دامت 7 أيام، تخيلوا من أول يوم 137 شهيد وأكثر من 500 إصابة وما زال القصف شغال. صراحة بدل على أنه المرحلة الثانية من الحرب راح تكون مرحلة صعبة ومش سهلة كتير. مش عارف شو بدنا نحكي، يعني زي ما بقولوها لقد بلغ السيل والزبل. شو نحكي، شو نعبر، شو نوصف الشعور اللي جواتنا؟ ما في وصف صراحة. حاليا احنا يعني وصلنا لمرحلة كل واحد قاعد بيستنى في أجله ينتهي صراحة. يعني وعشان تكونوا عارفين الظروف اللي قاعدين بنعيشها احنا، هاي لحالها حرب، بعيدة عن الحرب اللي هي القتل والقصف والدمار اللي قاعد بيصير. هاي لحالها حرب. تخيل 60 يوم، يعني 60 يوم شهرين عايش حياة مش طبيعية. لا أكل طبيعي، لا نوم طبيعي، لا لبس طبيعي، ما في أي إشي طبيعي بتعيشه. تخيل معي، تخيل إنك أنت 60 يوم وأنت مش حاسس بالأمان. 60 يوم وأنت قاعد كل يوم بتودع حدا بتعرف، كل يوم بتودع جار، بتودع صاحب، بتودع صديق. يعني ما ضل فعليا المهم، يعني وصلنا لمرحلة إنه حدا كتير بيعز علينا يستشهد، تحزن عليه نص ساعة خلاص. يعني فيش وقت معك تضلك تبكي، فيش وقت معك تضلك تزعل في غيرك، بدك تزعل على غيره. أنا واحد من الناس صار عندي يقين إنه العالم الغربي وأخوتنا العرب وحكام العرب صاروا يتعاملوا معنا إنه إحنا عبارة عن مسلسل أو فيلم بنزل كل يوم حلقة أو بنزل كل يوم جزء. ومستمتعين الإخوة، يعني لدرجة إني حاسس يعني هيك، يعني بتخيل إنهم حاطين صحن الفشار قدامهم وقاعدين بتفرجوا علينا، وإحنا قاعدين بنقتل، وإحنا قاعدين بنباد، وإحنا قاعدين بيوتنا تنزل على فوق روسنا، ومستأنسين علينا صراحة. 60 يوم، 60 يوم يا ظلمة، لا عايشين حياة طبيعية ولا نوم طبيعي، كل يوم قتل وكل يوم دمار وكل يوم خراب وكل يوم تهجير، وبتفرجوا علينا. صراحة الواحد مش عارف شو بدي يحكي، حيف لساننا واحنا بنحكي. ايش ضل ما نحكيه؟